متنقل يجوب كافة محافظات المملكة. أطلق ضمن مشروع أجيالنا، وهو برنامج الحماية المتنقل التابع لمؤسسة نهر الأردن. يهدف المشروع من خلال نشاطاته إلى الوصول ببرامج الحماية للأطفال الذين لا يستطيعون الوصول للمؤسسة. البرامج الموجودة بباص أجيالنا اللي هي سلسلة حكايات سلحف وألعاب لأجل حقوق الإنسان والأنشطة الفنية موجهة للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة. نحن صراحة يعني بنقدر نوصل لأي منطقة، خاصة مناطق جيوب الفقر. مناطقنا مناطق مؤسسة نهر الأردن. بالعطلة الصيفية هاي كنا بمنطقة العقبة بمركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات التابعة لمؤسسة نهر الأردن اللي بمنطقة العقبة. بنقدر نوصل للشمال داخل عمان، أحياء عمان. أنا يعني بقول انه بنقدر نوصل لاي منطقه ما بيقدروا يجونا او يقدروا يستفيدوا من برامجنا، احنا بنطلع لهم. هو الباص يعني مش بس انه حافله عم تنقلنا احنا كمتطوعين وكاخصائيين لمناطق اللي بنقدر نشتغل فيها. الباص من جوا مجهز انه في داتا شو، مجهز في انشطه فنيه، في ان شاء الله رح نجهز في مكتبه. فمن جوا برضو مجهز انه يكون اداه تفاعليه للاطفال، مش بس انه حافله عم تنقل. تتمحور فعاليات المسرح في كل مرة يزور فيها الأطفال في مناطق سكناهم بتنفيذ نشاطات من شأنها تعريفهم بحقوقهم عن طريق اللعب والتسلية، فيبدأ المتطوعون بتحميسهم لكسر الجمود لديهم والتعرف على بعضهم البعض. من ثم يتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات للانخراط في نشاطات تفاعلية كتعليمهم حرفة يدوية مثلاً. جيت عملت اليوم دب ولعبت وانبسطت. شو أكتر نشاط حبيتي اليوم؟ لعب مع الأصدقاء. وإيش استفدتي؟ التعاون والتضامن. جيت مع المس حنان، لعبنا نشاط مع الأطفال والمتطوعين والأمهات، وهسا رح نطلع على القاعة نعرض مسرحية اسمها سلحوف. تعلمت إنه هذا لعبنا كتير واستفدنا من السباق، كتير أشياء استفدنا. وهون إيش النشاط اللي عملتيه هلا؟ عملنا دبدوب ورزقنا الأشياء وزيناه. ومن النشاطات التفاعلية نشاط الرسم، حيث ينفذ هذه النشاطات عدد من المتطوعين الذين تلقوا تدريبات متخصصة من مؤسسة نهر الأردن ضمن برنامج أجيال قادرة. وينقسم المتطوعون إلى فئتين، فئة ربات البيوت وفئة طلاب المدارس والجامعات. تعرف الصغار كتير أنا بحبهم، وبتحسي حتى من الطفل أنت عم تاخدي بعطوكي طاقة، بعطوك هيك حيوية يعني فريش. العمل معهم كتير عمل إبداع، ومش بسهولة كمان إنك تتعامل مع الأطفال. يعني بدك يكون عندك حس وتقدير، ويكون عندك بعد نظر كيف تتعامل مع الطفل بطريقة يعني ما تجرح مشاعره، وتضيفي له معلومة كمان. انعكس هذا التعامل على أطفالك البيت؟ صراحة كتير، أنا يعني عندي أطفال كتير، فكتير تغير التعامل أكيد. يعني احنا بدينا اول اشي تدربنا في المدرسة، قالوا لنا كيف نتعامل مع الاطفال وايش نعمل، وعلمناهم اكم من لعبة. بدينا اول اشي نعملهم ورشات، اشي عن اعادة التدوير، نلعبهم الرياضة، عن الفنون، عن حقوق الانسان نعلمهم، وبس هيك. كانوا جد ينبسطوا، كل يوم كانوا يجوا. ومرات احنا كنا بباص اجيالنا، كنا نطلع على اكتر من مركز ويكون فيه أيتام أو يكون فيه أطفال إنه بحاجة لحدا إنه يعلمهم، وكنا نروح نزورهم ونعملهم يوم مسلي. إضافة إلى هذه النشاطات التفاعلية، يقدم المسرح المتنقل عرض سلحوف، يليه مباشرة رسم جدارية متعلقة بالمسرحية التي حضرها الأطفال، ينتهي بذلك يوما كاملا لهم قضوه مع فعاليات مشروع أجيالنا. لقناة رؤيا إلين يوسف.